الامتحانات على الأبواب، وسلامة وايد مشغولة تدريس العيال. كفو يا سلامة، مثل ما تتابعين شو يدرسون تابعي شو ياكلون، لأن في أكلات تقوي ذاكرتهم وتركيزهم. حسب الدراسات يا سلامة، 20% من البنات بين عمر 12 وال20 يعانون من النسيان وضعف التركيز بسبب النظام الغذائي الغلط، و40% من الناس اللي عندهم قلق وتوتر مثل العيال قبل الامتحانات يزيد عندهم ضعف التركيز. وايد عناصر غذائية تكلمنا عنها من قبل مفيدة للذاكرة والتركيز، مثل الحديد اللي يساعد في بناء الناقلات العصبية، فلا ننسى اللحم الأحمر والفول والسبانخ أو الأوميجا 3 الأحماض الدهنية اللي تنشط الدماغ، وتلاقينها في الجوز والبيض وأنواع كثيرة من الأسماك، أو الفيتامين سي. نصف كوب بروكلي فيه 75% من حاجتهم اليومية. وأدري وايد أولاد ما يحبون السبانخ يا سلامة، لكن كوب من السبانخ المطبوخة فيها 50% من الحاجة اليومية من الفيتامين إي اللي بعد يحفز الدماغ. فحاولي تقنعينهم بفوائدها قبل الامتحان، وكل التوفيق لهم، وعساكم دوم بصحة وسعادة.